اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، والنهارده ان شاء الله هكمل كلامي معاكم عن هرم الملك ساحورع. هبدا كلامي معاكم في الحلقه دي عن تشييد هرم الملك ساحورع، وهنقول ان قاعده هرم الملك ساحورع اتدررت بشكل كبير جدا بسبب سيره الاحجار اللي حصلت بعد حكم الاسره الخمسه. حسب الكلام اللي قاله عالم المصريات الدكتور بوشاردت، قال ان طول هرم الملك ساحورع وصل في الاصل 90 ذراع، وهو ما يساوي 47 متر، وكانت قاعده الهرم طولها ومساحتها حوالي 150 ذراع. المعماريين اللي كانوا مسؤولين عن بناء هرم الملك ساحورع ارتكبوا خطأ كبير جدا وقت ترسيم حدود قاعدة الهرم، والخطأ ده هو ان الزاوية الجنوبية للشرقية من الهرم بعيدة جدا للشرق، واللي كان طولها بالتحديد 1.85 متر. بالتبعية طبعا شكل الهرم اتشوه بالطريقة دي، بس المعماريين حاولوا ان هم يصلحوا الخطأ ده، وحاولوا ان هم يداروا التشوه عن طريق بناء المعبد الجنائز. على عكس طبعا الاهرامات اللي اتبنت في عهد الاسرة الرابعة، اهرامات الاسرة الرابعة كانت بتتبني عن طريق قواعد صخرية موجودة في المكان اللي هيتبني فيه الهرم، انما اهرامات الاسرة الخامسة كانت مبنية عن طريق اساسات بيتم وضعها من طبقتين سمكتين من الحجر الجيد. وعلماء الاثار ما قدروش ان هم يوصلوا لعمق الهرم، وما قدروش برضو ان هم يوصلوا لاساسات الهرم ده، عشان كده معظم علماء الاثار بيعتقد ان هرم الملك ساحورع اتبنى بنفس الطريقه اللي كانت بتتبني بيها اهرامات الاسره الخمسه، وهي الاساسات اللي بتكون من طبقتين من الحجر الجيد. ضمن الابحاث اللي عملها علماء الاثار على لب هرم الملك ساحورع، بيقولوا ان قلب الهرم ذات نفسه متكون بنسبه قليله جدا من الاحجار الجيريه، والاحجار الجيريه دي بيعتقدوا ان هي كانت بتتعمل في المحاجر المحليه. واعتمد المهندسين والمعماريين اللي كانوا مسؤولين عن بناء هرم الملك ساحورع ان هم يملوا الفراغات بين الكتل الحجر الجيري وبين الكتل الحجريه عموما بالفوتات اللي كان بيطلع من تكسير الحجر الجيري اللي كان بيتعمل في المحاجر المحليه وبعض القطع الكبيرة من الحجر الجيد. تكون هرم الملك ساحورع من 6 طبقات من الحجر العادي، وتم وضع عليه كسوة من الحجر الجيد الأبيض. السبب في الحلقة اللي وصل لها هرم الملك ساحورع وهرم العبادة، وهي الحلقة المدمرة للهرمين بالكامل، سببها الرئيسي هو المعماريين والمهندسين اللي كانوا موجودين في عهد الأسرة الخامسة، وإن هم ما كانوش مهتمين بشكل كبير بالأهرامات، وكان اهتمامهم الاول منصب ناحيه المعبد الجنائزي ومعبد الوادي. اتبنت الطبقات التحتيه في الاساس الخاص بهرم الملك ساحورع عن طريق حفره موجوده جنب الهرم على شكل حرف تي، وتم وضع جزء من الحفره دي ما تمش سده عشان يدوا فرصه لنفسهم بعد كده ان هم يتزامنوا ببناء باقي الاساسات الخاصه بالهرم، وان هم يبنوا لب الهرم الداخلي. والخندق اللي حفروا المعماريين وقت بناء الهرم عشان يبنوا الاساسات، حاولوا ان هم يسدوه بالفوتات والاوقات اللي كانت بتقع من الاحجار اللي هم بيبنوا بيها الهرم، بس الفجوه دي لسه ملحوظه لغايه يومنا هذا. الاسلوب ده في البناء كان منتشر بشكل كبير بين اهرامات الاسره الخمسه. دلوقتي هنتكلم عن البنيه التحتيه الخاصه بهرم الملك ساحورع، وهنقول ان البنيه التحتيه لهرم الملك ساحورع تم بنائها عن طريق حفرة ضحلة موجودة جنب الهرم على شكل حرف تي. الخندق كان ضحل جدا، حيث ان الممر كان بيؤدي لمدخل الهرم وبعد كده لغرفة الهرم افقية. مدخل الهرم كان موجود بمستوى الارض في نص القاعدة الشمالية للهرم. المدخل كان بيتيح الوصول للرواق على بعد 4.25 متر. جوه الرواق ده كان في صف من الحجر الجرانيت الاحمر، وبعد كده بيؤدي لدهليز. الدهليز ده معمول من الحجر الجيري الابيض، والحجر ده كان من افضل انواع الحجر الجيري الموجوده في عهد الاسره الخامسه. اخر الدهليز اللي موجود من الحجر الجيري الابيض قدام الدخلاء اللي داخلين الهرم بالظبط، بيقابلهم باب مصنوع من الحجر الجيري الاحمر، وبعد الباب ده بتكون موجوده غرفه الدفن. حجرة الدفن الخاصة بهرم الملك ساحورع موجهة على محورين، محور الشرق ومحور الغرب، وهي في الوقت الحالي اللي احنا موجودين في الوقت ده هي مصابة بأضرار بالغة جدا. أكتر مكان في هرم الملك ساحورع اتسرقت منه أحجار هي غرفة الدفن، ولغاية دلوقتي علماء الآثار مش قادرين يعرفوا الهرم ده كان معمول من غرفة واحدة ولا غرفتين، وهل في كان غرفة انتظار ولا لأ، وبعد كده هم المكان المتأكدين منه هو غرفة الدفن.
وغرفة الدفن اللي كانت جوه هرم الملك ساح ورع، المعماريين أضافوا سقف جمالوني للغرفة دي. السقف ده كان متكون من 3 طبقات من الحجر الجيري الأبيض جيد النحت والصون. كانت أكبر كتل الحجر الجيري الموجودة في السقف ده طولها حوالي 10 متر وسمكها حوالي 4 متر. كل الكتل الموجودة في السقف في الوقت الحالي متحطمة بشكل كبير، وهي واحدة من الأسباب اللي متسببة في الوقت الحالي في تضرر الهرم بشكل كبير جدا. آخر علماء الآثار اللي نقبوا جوه هرم الملك ساح ورع وبالتحديد في غرفة الدفن كان في الستينيات، ووقت ما هما كانوا بيعملوا التنقيب ده خافوا إن هما يتكلموا في حجرة الدفن، خوف ان السقف اللي موجود جوه الحجرة ينهار عليهم بشكل كامل. ضمن الانقاض اللي كانت موجودة جوه غرفة الدفن الخاصة بالملك ساح ورع هي شظايا من بازلة التابوت اللي كانت موجودة وقت ما كان التابوت معرض للسرقة. وللأسف ما قدرش علماء الآثار ان هم يلاقوا اي قطع اثرية تانية جوه غرفة الدفن. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية اكمل كلامي معاكم عن هرم الملك ساح ورع، او نحاول نشوف ايه هو الملك اللي بعد الملك ساح ورع ونبدأ نتكلم عنه. وهتلاقوا لينك في فيسبوك والتيك توك والقناة التانية بتاعتي تحت في الديسكريبشن. منسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد. السلام عليكم.